السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم، اموركم، احوالكم؟ كنتمنى ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير وما ناقص خواتاتي حتى شي خير. مهم، بغيت نهضر معاكم اليوم ومنطق الناس اللي كيتفرجوا فيا. اسمحوا لي واحد انتم، الناس اللي كيتفرجوا فيا والناس اللي كيسولوا عليا والناس اللي مساكن لدرجة انه كاينين بنات ماماتهم كيصليو الفجر على ودي. الله يحفظكم اخواتي، والله يحفظكم اصحاباتي، والله يحفظكم اخواتاتي، والله يسهل عليكم في هذا النهار، ويا ربي الهلا يطيحكم في هادشي اللي انا فيه. يا ربي الهلا يطيحكم والهلا يطيح اي وحده في هادشي اللي انا فيه. مهم، رانا نعطيكم دابا شنو وقع لي بالضبط. وشكرا، بغيت نشكر بزاف بزاف السبيطار ديال البلديه، شكرا بزاف ليكيب اللي كانت تما لا ديك النهار ولا ليكيب اللي كانوا تاهو معاوتاني البارح. انا جايه لكم بالهضره، مونيا صاحبتها ما بقيتش عاقله على صاحبتها، شنو سميتها صاحبتها، ما بقيتش عاقله حتى كبنيت عاوتاني غزاله 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 طريفه طريفه طريفه، واحد البنيته كتع الله يعمرها دار. وين بنيتات كاملين اللي كانوا تما؟ سمحوا لي الناس اللي ما كنعرفش سمياتهم، وليكيب اللي كانوا النهار اللي مشيت انا، النهار اللي مشيت عرفتو مشيت البنات وانا غادا في الطريق وحق الله وغادا كنقول ها مشيت شي واقع لي انا بصح، واش راه مايمكنش، راه مايمكنش انا هادشي غيكون واقع لي انا، وعلاش شنو دارت؟ ولكن الحمد لله كيقول لك ان المؤمن مصاب. المهم انا نعاود لكم بالضبط. داك النهار البنات كنت في دارنا، كنت في دارنا، جا عندي خو حميد. المهم رجلنا واحد الامور حدا دارنا، صافي قدينا الامور سالينا، طلعت للدار، طلعت للدار. كنت كنهضر بعدا مع فرح الله يحفظها حتى هي مسكينه ما حبستش من لي زابي، الله يسهل عليها والله يخلينا وليداتها. المهم طلعت للدار، لدارنا في الكاده ماشي هنايا، طلعت وانا جالسه. دابا نوض، باش كنوض كنحس بحال شي حد، داك ملي كتلعبي داك الدواري تقي الدور بزاف وكتوقفي وكتحسي بالدار كامله كدور بيك، هكاك حسيت. شنو قلت انا؟ قلت انا يمكن هذا الاحساس حسيته محيت نط نوض باش جالسه باش نط، فهمت؟ قلت انا رجع نجلس ونعاينها تمشي. جلست نص ساعه، ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، والو. جات ماما جابت لي ملحة على اساس انها عرفت ان الطونسيو طايح لي، درتها لي في العروق. جابت لي القهوه كلاسيك عامره بالاخر، عطاتني كاس ديال جي دورونج. المهم ما خلات ما دارت لي، انا داك الدوخه ما بغاتش تمشي، عيطت نصبر 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 كنقول هي غتمشي هي غتمشي، فتالي قلت لها ماما لا والو سبيطار، صافي سبيطار ما يمكنش هادشي شي حاجه. وبقيت كنقول انا في عقلي عندك مشي نموت وانا عندي بنتي وانا هادي راكم عارفين. المهم انا جايه لكم الهضره، صافي بديت كنقول حتى حنا الله يرحمها جات التقيه باش بغات تموت، في عقلي كنهضر مع عقلي، حنا الله يرحمها باش ماتت جات التقيه، حتى هي جات الدوخه وحتى هي طاحت وحتى هي هادي وحتى هي هادي، بقاو كيجيوني الوساوس لعقلي. صافي منين طلعت للسبيطار، شكرا داك ليكيب و الله يعمر هذا داك، يعني انا راكم عارفين ملي كنطلع للسبيطار كنطيح مع شي كمام مزيانه كنقولها، كنطيح مع ناس زوينين كنقولها، انا هكا دايره نيشان. طحت مع واحد ليكيب الله يعمر هدار، مساكن كيجريو معايا وبغاو ما لقاوش العرق هنايا وبغاو يجبدوا لي من هنايا وقتلوا من لا غير حاولوا، انا كتحرقني هنايا والدوخه فيا غير حاولوا من هنايا. المهم ساكن تا جبدوا لي من هنايا، كنلقاو الطونسيو طايح لواحد الدرجه ما يمكنش تصوريها. شنو كنلقى لا طونسيو طايح لواحد الدرجه ما يمكنش تصوريها، طايح لي بزاف. مساكن بقاو تخيلوا البنات ثلاثه ديال السيرومات وجوج جبرات، يلا وصل الطونسيو العشرة أربعة، تخيلوا يلا وصل. مهم صافي بقاو معايا مساكن، بقاو معايا ماما بحال اللي عرفات جاب الله، ماما دارت لي داكشي. خرجت معايا نبيه، كنلقى واحد النزيف خطير، نزيف ميمكنش تتوقعو. غادي نقول لكم بهذا المصطلح باش البنات اللي حاملات يديروا اطونسيو تاهم. انا من نوع البنات اللي واخا الطبيب قال لي منى ها شنو ها شنو ها شنو
كنهز بنتي ونهبط في الدروج، حقاش ماشي دائما كيكون معايا حميد، حميد خدام، وماشي دائما كتكون معايا ماما، وضروري كيخصني نخرج نقضي مسائلي، وكيخصني نخرج نقضي اغراضي، وكيخصني نخرج ندير شي حوايج، كنهزها ونخرج. منين نكون طالعه مره يجي معايا حميد، مره ضروري يوسف عليا كيكون هو خدام، يعني ملاخو مع الخدمه كنطلعها ونطلع. يعني انا مش ما كنعطيش الراحه لراسي، انا من النوع اللي حركيه بزاف، كنبغي الخدمه، كنبغي نخرج، كنبغي ندير، كنبغي نفعل، كنبغي بزاف د الحوايج، وهذا غلط كبير 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 علينا كاملين. هذا غلط كبير. كل الناس سمعوا الهضره ديال الطبيب، ملي نقول لك الطبيب هذه الحاجه ما مزيانهش، راه ماشي حيت ما باغيكش تخرجي، ولا ما باغيكش تفوجي، ولا ما باغيكش تخدمي، ولا ما باغيكش تحركي، ولا لا، هو حيت عارف. دابا تو كنهضر معاكم وتشوفوا عينيا، ما كنقدرش نعلي ليها كراس، حيت هو عارف انه صحتك راها في خطر. مهم، جيت للدار البنات، مشيت رجعت للطبيب، شفت داك النازي في الخطير، عرفت واحد النازي ما يمكنش. شكرا لواحد البنيته مسكينه، واحد البنيته ما ننساش خيرها، حتى غدا قدام الله دخلاتني التواليت ديال تما ديال الطبيب، مسكينه كتمسح لي كانها كتمسح لاختها، ولا يمكن امها، يمكن اختك تقدري تعيب فيها، امك ما تقدريش تعيب فيها، كتمسح لي مسكينه. راه ما يمكنش، راه داك الخير ديال داك السيده راه ما عمري غادي نردو لها. المهم صافي، لغدا مشيت عند جينيكو، خديت شميعات ديال اللي دايرين بحال السيليكون اللي كيداروا، المهم كيداروا شميعات، كيداروا باش كيتثبت لك الحمل ديالك، درتهم. دابا هاد النهار وباقي البنات ما بقاش داك النزيف كي كان في الاول كاع، ويعني وما حبش خطره، فهمتوا يعني باقي. فان شاء الله كنتمنى يا ربي يا ربي كنتمنى خير يا ربي، ما كنشوفش الحياه بهاد الطريقه اللي زعما كيشوفوها الناس، كنشوف الحياه بواحد الطريقه شكل في هذه اللحظه هذه، حيت نتوما فوقاش حنا كنفكروا انه كاين وكاين 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 وكاين، حتى النهار اللي كنطيحوا للفراش، وحتى النهار اللي كنطيحوا للارض، وحتى النهار اللي ما كيسولوش فينا الناس اللي كنبغيو يسولوا فينا، كيسولوش فينا العائله اللي كنبغيو يسولوا فينا، ما كطيحي للفراش وكتلقي راسك انك كنتي واقفه مع واحد الناس اللي هما كانوا باغينك على وجه مصلحه، بابلوس باغينك على مصلحه، كيتمصلحوا فيك النهار اللي كطيحي وكتسلم الصلاحيه ديالك كيرميوك. داكشي علاش دائما دائما بغيت نشكر بعدا فرح اختي، الله يحفظك الله يسهل عليك، لي زابيل ما حبسوش. بغيت نشكر غزلة بولالة كذلك مسكينه سولات فيا، بغيت نشكر المهم كاع البنات كاع، وي ام صاحبتي، وي ام حتى هي الله يسهل عليا، المهم كاع الناس اللي سولوا فيا، كاع الناس، كوثر الصالون، كوثر شكرا كوثر بزاف، مسكينه البارح انا كنبكي وهي كتبكي معايا في التليفون، حيت شافتو علاش جاتني بحال كنقول انا اصلا فيا فقر الدم، وانا عندي هاد لي موراجي هادي، وعندي واحد التريبيه في كرشي، وعندي بنيته، كنقول دابا انا الى مت كيفاش بنتي غادي تعيش، وكيفاش غادي تكون، وشنو غادي يوقع لها، وما غنحضرلهاش في المدرسه، وما غنحضرلهاش في الروض، وما غنحضرلهاش فيها كتتكلم كتخرج كلمات يعني مصطلحات يعني واضحين، وكلمات واضحين، ما غنحضرلهاش فين غتزوج، ما غنحضرلهاش هادي، يعني كيبقاو بداو كيتراكموا ليا افكار وافكار وافكار، وكنشوف حدايا غير نموت، خصوصا انني زعما كنت حدا البلاصه ديال الاموات، صافي وليت كنحس براسي انه ما بقى لي والو، غنمشي لذاك البلاصه. انا كيجيني هكا وسواس، كنقول يعني مادام وقع هادشي كامل، راه فلانه كانت صاحبتي وقع لها نفس هادشي اللي وقع لي، راه ما عاشتش، راه ماتت. ومهم سمحوا لي البنات، ما كنقدرش نعلي، اقسم بالله ما كنقدر نعلي راسي، وكنحاول نتوقد، وكنحاول نهز راسي ونوقف ونتوقد، فهمتوا يعني. وحده والله قال لي واحد الطبيب تما في الطبيب بعدا، شكرا، حتى هو اللي مسكين، حتى هو دار لي الخاطر بزاف، الطبيب في البلديه قال لي والله انتي راكي قويه شويه، قال لي راكي موقده، قال لي كون كانت شي وحده اخرى جات بالحاله ديالك، قال لي والله ما تعلي راسها، قال لي كون راها كومه،
قسما بالله هكا مسكين داك الطبيب، قال لي كون راه هكوما، قال لي انتي برافو عليك راكي قويه هكاك بقاي قويه، ما تطيحيش ما تستسلميش، برافو عليك. يعني شكرا بزاف ليكيب ديال السبيطار، لا من لي سيكوريتي اللي تما، لا من الطبيبات، لا من الاطباء، لا من الفرمليات، لا من الفرملي، المهم شكرا. حتى لي ستاجير، حتى لي ستاجير الله يعمر هذا، حتى لي ستاجير كيتفرجوا فيا مساكن وكيتعاملوا معايا. والبارح عاوتاني، البارح انا هكا مريضه ورجعت مشيت لتما عاوتاني للسبيطار، ومساكن وقفوا معايا عاوتاني البنات. شكرا 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 الله يسهل عليكم. البارح مشيت عاوتاني مع ماما حنان مسكينه تقرطات من رجليها، عرفتوا الله يحفظهم مساكن، قلبوا لنا على البلاصه زعما. شوفوا والله العظيم الى شكرا كبير. انا زعما الصراحه كنتلاقى مع ناس ما في السبيطار خايبين، ما كيعجبنيش الحال، كنجي كنفاجر، ولكن ما كنتش كنتلاقى مع ناس زوينين. دابا تلاقيت مع ناس زوينين اللي واخا ما عرفتش شنو يديروا لي داك الناس الخايبين، والله ما غنتسوق لهم حيت تلاقيت مع ناس زوينين. صافي هذا ما كان البنات، بغيت غير نطمئنكم ليا ان شاء الله، وكنتمنى كنتمنى الدعوات ديالكم معايا، الدعوات الدعوات الدعوات، حتى شي حاجه غير بالشفاء. ما بغيت كيقول لك دابا ملي كطيح عاد كتولي تقولي ما بغيتش ما بغيتش ما بغيتش، فاحنا انسان بالطبع ديالنا اناني، يعني كنبغيو خصنا اي واحد، راه ما يمكنش حدا كتفرج فيا دابا الا الا كانت داز مع المرحله ديالي فغتقتنع بهاد الهضره اللي غنقول. كنقولوا خصنا الفلوس، خصنا الدار، خصنا الطوموبيل، خصنا هادي، راه ما كايناش شي وحده في الدنيا ما كتبغيش هاد الشيء، ما كايناش. كلشي كنبغيو العيش السليم، كلشي كنبغيو الرزق السليم، كلشي كنبغيو نكونوا مهلين واكلين شاربين ماشي للبلايص ماشي لي زوطيل ماشي ماشي، ولكن ما كنعرفوش اننا راه حنا بحال الجبل، راه الجبل وتهد جبل وراب، حتى حنا نقدروا نريبو. داكشي علاش الانسان يدير الزوين. وتخيلوا البارح معايا، البارح انا في وسط الازمه، وكي كنقولوا حنا الانسان غارق في دميات وهز تريبيه بكرش وعنده مسؤوليه و وا وا وا، ووحده مصيفطه لي ميساج، انا مصيفطه لي ميساج بنت كتبات لي عبرتي عليك وي ام، يعني وي ام زعما ديك الهضره اللي كتبت انا في لي ستوري كنهضر على وي ام، يعني وي ام مسؤولاتش فيك، وي ام مسؤولاتش فيا، فهمتوا؟ مهم وي ام راه ماشي باش تولات فيا، وي ام تولات فيا مسكينه. البارح والله العظيم حتى 6 الصباح وانا كنهضروا، مهم وي ام عبرات عليك وي ام، مشات عند وي ام وهي تكتب لها استغليتي في منى تعيتي، وشويه تكتب لها وها هي منى دات لك ان فولو على راها زعما ديزابونات لك الانستغرام ديالك وهادي، المهم بحال كتشعل الميتات. بقيت كنشوف كنقول دابا واش هاد السيده، هاد السيده ما على بالهاش انه راه حتى هي انسان وفيها لحم وعظم وشحم، يعني واش هي ما غطيحش، واش هي ما غتمرضش، واش ما غيجيش واحد النهار اللي هي توقع يمكن كثار في هذا الشيء اللي انا فيه. يعني راه كلشي ممكن، كلشي ممكن في هذه الحياه، ما تغرناش الدنيا وما تغرناش الحياه، حيت غدا بعدو نقدروا نوليو كاننا بعوضه في الدنيا، ماشي كاننا وسخه وسخه في الدنيا، كاننا لا شيء، نطيحوا الفراش ما تلقايش قدري ما تلقايش اللي يهزك. حيت هذا الوقت البنات انا راني جربت، انا شخصيا جربت، انا دابا كنعترف وكنقول حدا هذا البوبليك كامل، عندي راجلي، بابا، ماما، خوتي، حنان، حنان مرات بابا، شكون اخر اللي وقف معايا في هاد الحالة، مرات بابا، خلاص خواتاتي معليش واخا ما المهم شكون، خوالتاتي، خالتي فاطمة، خالتي مينا، بنات خالتي كاملين بدون استثناء، ولاد خالتي كاملين، صحاباتي على رؤوس الأصابع، عائلة حميد مسولوش فيا أبدا، معليش كل واحد بظروفه. المهم أنا كنقول دائما كنعطي أعذار، دائما كنقول هذيك ظروفها وهذاك ظروفه وهذاك ظروف، ما كنسايش شي حد يسول فيا، ما كنسايش شي حد يدق عليا ويقول لي شنو اخبارك منى، كي راكي بخير مزيانه، لا كتبغي غير تعرفي من هذا ومن هذه، انت هذا كنت كديري معاه مزيان فهمتوني. المهم هذا ما كان البنات، هضرت بزاف وما قداش نهضر، شكرا لكم بزاف، تاعو معايا هاد النزيف يحبس، غير هاد النزيف يحبس، راه الا حبس هاد النزيف غادي
ندير صداقة، بغيتي ندير صداقة، حيت غادي نعاود نحيا في الحياة. شوفوا راني تعافيت لواحد الدرجة في 5 أيام، البنات كنهضر معاكم والله العظيم وقلبي مزير عليا وكتجيني الضحكة، ولكن كنحاول واخا المرض نبارطاجي معاكم بطريقة زوينة ونوصلو لكم بواحد الطريقة اللي انو حنا انسان ضروري غنمرضو، والرضا بقدر وقضاء الله احسن حاجة في هاد الدنيا. انو الانسان راه ماشي من المسلم هو انك ترضاي بالقضاء ديال الله سبحانه وتعالى. المهم هذا ما كان البنات، اسمحوا لي بزاف، ودابا غادي نخليكم تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.